أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختبر نفسك، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. الواحدتان، دو یونٹیں، تیسرا اور چوتھا. اولا مفردات وکیبلری. سل بین الشیء والمکان الذي يوجد فيه. اوکے، چیز کو اس جگہ کے ساتھ جوڑیں جہاں وہ پائی جاتی ہے. مریم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سر، وعلیکم السلام. فرن کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ مطبخ کے ساتھ. نیکسٹ، سریر کو غرفة النوم. أريكة، غرفة الجلوس. مرآة، حمام. كتاب، مدرسة. صلاة، مسجد. أضف كلمتين إلى كل مجموعة. وكان دو ألفاظ کا اضافہ کریں ہر مجموعے میں، ہر گروپ میں. اساس فرنیچر کو کہتے ہیں. میرا شیشہ ہو گیا. مس عائشہ، دو فرنیچر کے نام ہوتے ہیں. مرآة في الحمام يا مرآة الحمام. نہیں، میرا تو ایک لکھا ہوا ہے. اب آپ نے کوئی دو فرنیچر کے نام بتا دیں جو گھر میں ہوتے ہیں، بس جو نام لکھ لیں. كرسية، كرسية. کرسی. اوکے، بیڈ کو کیا کہتے ہوں گے؟ سرير. سرير. آگے غرف. تمام، جو کمرے میں ہوتی ہیں چیزیں وہ. غرف کہتے ہیں کمروں کو، تو مختلف کمروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بتانے. ایک حمام ہو گیا، وہ مت پخن. مطبخ. ٹھیک ہے، مطبخ پر اور غرفة النوم، غرفة غرفة. النوم. صحیح. آداد ترتیبیہ، آرڈینل نمبر، جو پوزیشننگ أول، اکارڈنگ ہو. ثاني، ثالث. ٹھیک ہے. اماکن، أماكن کا کیا مطلب ہے؟ جگہیں، جیسے مسجد ایک جگہ ہے. مسجد، ماں، مدرسة، مسجد، ٹھیک ہے، مدرسة، مدرسہ. مدرسة، پھر بيت. بیت بھی ٹھیک ہے. مفعول، يذهب، يجلس، يخلق. يذهب يجلس يخلق استرب. يخلق. اوكي، اسم استفهام فعل کی بات ہو رہی ہے. افعال فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے استفهام، سوال پوچھنے والے حروف. ماذا؟ ماذا؟ صرف ٹھیک ہے. ما بھی سر. ماں بھی ہے. ٹھیک ہے. حداد، سبعة، عشرة. ثمانية، عشرة. تسعة، عشرة. ٹھیک ہے. دا لامت الخاطئة على الكلمة الغريبة، پہلے کاٹا مارے ڈفرنٹ ورڈ کے اوپر. کون سا ڈفرنٹ ورڈ ہے؟ ستار، نہیں، ستارة، ستارہ. مختلف لفظ ہے یہاں پر. ستارة. دوسرے میں عمل، عمل، عمالة.
أعمالها عليك. ترمي صحيفة 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 هون يا تمام. قافلة 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 هون يا ديجا. واحد أوكي أساس 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 وجدد. نكست ساعة ساعة صاف. جملة کے جو دو حصے ہوتے ہیں ان کو آپس پہ جوڑنا ہے یکسلو. يغسل الملابس والأطباق، ٹھیک ہے. يشاهد التلفاز، يشاهد التلفاز، يذهب إلى الجمعة في المسجد، مدرسة إلى المدرسة. مدرسة، يكنس، يكنس الغرفة، ٹھیک ہے. يكنس الغرفة. يقرأ يقرأ الجمعة في المسجد. غلط. يقرأ صحيفة. يس يقرأ الصحيفة. يصلي الجمعة في المسجد. ٹھیک ہے. يسكن الغرفة. يسكن في هاي الجامعة رہتا ہے. في هاي الجامعة. يتوضأ يتوضأ للصلاة. أكمل بوند الكلمات الصحيحة مما بين القوسين. في شقة الأربع غرفة سر. في شقة أربع غرف تین سے لے کر 10 تک معدود جمع ہوتا ہے. جمع مجرور غرف. جزاك الله. سر پھر بتائیں کیا بولا آپ نے. تین سے لے کر معدود جمع مجرور ہوتا ہے. 3 से लेकर कहाँ तक. 10 تک. 10. ओके أربع कम غرفة. कम حمام في الشقة. كم حماماً. كم کے ساتھ جو لفظ حمام ہوتا ہے وہ مفرد منصوب ہونا چاہیے. متى تذهب إلى المدرسة؟ ٹھیک ہے. أذهب أذهب الساعة 7. ٹھیک ہے. پہلا آپشن هذه هي هي هذه هذه هي الشقة. شكرا. اقرأ الفكرة ثم جيب النام ولا أولى. پیراگراف کو پڑھیں پھر یا تو ٹک لگائیں یا کراس لگائیں. پڑھے کوئی يستقبل اوپر سے پڑھے سر یا نیچے سے سوالات. پیراگراف پڑھیں. يستيقظ أحمد مبكرا عند الفجر، يصلي الفجر في المسجد. أحمد لا ينام بعد صلاة الفجر ويقرأ القرآن. يذهب إلى المدرسة في الحافلة 7 يوم العطلة. يستيقظ مبكرا أيضا. يستيقظ. يستيقظ مبكرا أيضا يوم الجمعة في الصباح، يقرأ صحيفة أو كتابا ويصلي الجمعة في المسجد الكبير. يستيقظ أحمد مبكرا. صحيح. نعم كده.
أحمد. يستيقظ أحمد مبكرا، تسكت جوابا نعم. نعم تيك. يصلي أحمد الجمعة في المسجد الكبير. نعم. صلي. يوم الجمعة يقرأ صحيفة أو كتابا. نعم. أحمد ينام بعد صلاة الفجر. لا. يصلي أحمد الفجر في البيت. لا. أحمد مهندس. لا. يذهب إلى المدرسة بالسيارة. لا، بالحافلة. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. 5 يونٹ ہے. طعام کہتے ہیں کھانے کو، شراب کہتے ہیں پینے کو، کھانا اور پینا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں. الوحدة الخامسة 5 یونٹ ہے طعام والشراب، کھانے اور ڈرنکس. الدرس السابع والثلاثون 37 سبق ہے. الارض پریزنٹیشن ہو گیا. الحوار الاول پہلا ڈائلاگ ہے. انظر واستمع واحد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. قاسم اين تذهب يا سالم، آپ کہاں جا رہے ہو يا سالم؟ الى المطعم، ریسٹورنٹ میں. اين کا مطلب ہے کہاں، تذهب آپ جا رہے ہو. اینا تذهب آپ کہاں جا رہے ہو. الی ٹو کی طرف. المطعم ریسٹورنٹ، الی المطعم ریسٹورنٹ جا رہا ہوں. کم کتنی، وجبتن کھانے، تاکلو آپ کھاتے ہو. فی الیوم دن میں. کم وجبتن تأكل في اليوم، آپ دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہو. آکل میں کھاتا ہوں. ثلاثہ تین وجبات، میلز کھانے. الفطور ناشتہ، والغدا اور لنچ، والعشاء اور ڈنر. میں 3 کھانے کھاتا ہوں دن میں. ارے پہلا ہو گیا. فطور بریک فاسٹ ہوتا ہے، ہاں جی، فطور. بریک فاسٹ ناشتہ. اور والغدا لنچ، اور والعشاء ڈنر. ٹھیک ہے. ہذا یہ، کثیر زیادہ ہے، جدا بہت. حاضر کثیر جدا، یہ بہت زیادہ ہے. انا میں، آکلو کھاتا ہوں، وجبہ کھانا واحدہ ایک. انا آکلو وجبتا واحدہ، میں ایک کھانا کھاتا ہوں. حاضر یہ، قلیل تھوڑا، جدا بہت. حاضر قلیل جدا، یہ بہت تھوڑا ہے. ماذا کیا، تاکلو آپ کھاتے ہو. فی الغدا لنچ میں. ماذا تاکلو فی الغدا، آپ لنچ میں کیا کھاتے ہو. آکلو میں کھاتا ہوں. الاروز چاول، والخبز اور ڈبل روٹی. آکل الارز والخبز، میں چاول اور روٹی کھاتا ہوں. وماذا، اور کیا. تاکل آپ کھاتے ہو. انت آپ. وماذا تاکل انت، اور آپ کیا کھاتے ہو. آکل میں کھاتا ہوں. السمک مچھلی. والسلطة
والسلعات والفاكهة والفروت. آكل السمك والسلطة والفاكهة. مَنْ مچھلی اور سلاد اور فروٹ کھاتا ہوں. مَا وزنک؟ آپ کا وزن کیا ہے؟ 60 کیلن، 60 کلو. وَمَا وزنک انت؟ وَمَا اور کتنا وزنک؟ آپ کا وزن انت آپ وما وزنك أنت؟ وراك وزن كتنا هي؟ 100 كيلين كيلو. 100 كيلين 100 كيلو. أنت عاب سمين موتي جدا بہت. أنت سمين جدا، عاب تو بہت موتي ہو. وأنت وراك نحيف دبلے جدا بہت. وانت نحیف جدا، اور آپ تو بہت ہی دبلے ہو. الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. الدرس 37، الحوار الأول. انظر واستمع. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. والآن جاء دورك. مريم انظر قاسم واستمع وأعد. سالمة. أين تذهب يا سالم؟ أوكي. قاسم، أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل إلى في المطعم. اليوم؟ اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا، آگے نہیں چلنا. ٹھیک ہے سر. كم وجبة تأكل في اليوم؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. هذا كثير جدا. وجبة واحدة. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز.
وماذا تأكل أنت؟ أكل الأرز والخبز، وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. مئة كيلا. كيلين. أنت سمين جدا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. وأنت نحيف جدا. آپ دونوں اس کو دوبارہ پڑھیں اور ترجمہ کریں اس بار. ٹھیک ہے. پہلے میں پڑھوں سر؟ ایک قاسم بن جائے دوسری سالم بن جائے. ٹھیک. قاسم، اين تذهب يا سالم؟ اے سالم، تم کہاں جا رہے ہو؟ الى المطعم، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں. میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں. کم وجبتا تأکل فی یومی؟ دن میں آپ کتنے کھانے کھاتے ہو؟ کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہو؟ آکل ثلاثہ وجبات، میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں. الفطور، ناشتہ، والغداء، دوپہر کا کھانا، والعشاء، رات کا کھانا. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. یہ بہت زیادہ ہے. میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں یا ایک کھانا کھاتا ہوں. هذا قليل جدا. سے کیا میننگ ہوگا؟ یہ بہت تھوڑا ہے. یہ بہت تھوڑا ہے. ماذا تأكل في الغداء؟ آپ دوپہر میں کیا کھاتے ہو یا لنچ میں کیا کھاتے ہو؟ آكل أرز أرز والخبز. ماذا تأكل أنت؟ آكل السمك. بس عجب ترجمة كده. آكل أرز والخبز. چاول اور کیا تھا ساتھ؟ روٹی. چاول روٹی. اور وماذا تأكل أنت؟ اور آپ کیا کھاتی؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. میں کھاتا ہوں مچھلی، سلاد اور فروٹ. ماذا وزنك؟ ما وزنك؟ آپ کا وزن کیا ہے؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. 60 كيلا. ستون كيلا. وما وزنك أنت؟ 60 كيلو. اور آپ کا وزن؟ ہنڈریڈ کو کیا کہیں گے؟ میاں. میاں تو. میاں تو کیلن. کیلن 100 کلو نا. انت سمین جدا. آپ بہت موٹے ہیں. وانت نحیف جدا.
نحيف دبلي. عم بهد دبلي هو. عم بهد دبلي هو. पढ़े और भी में पढ़े हाँ सर ये इंग्लिश पढ़ना है इसको अरबी में पढ़े सर, लिखेंगे बहुत मोबाइल छोटा नजर आ रहा है सर को लैंडस्केप में कर लेना जी, लैपटॉप में छोटा नजर आ रहा है। टू द रेस्टोरेंट, जूम का ऑप्शन अच्छा है पहले जूम टू कर में, लेंगे इसमें वेर आर जूम कर यू लो गोइंग, अइना तज़हबू अंत, ठीक है ओके आईना तज़हबीन आप खातून से बात कर रही हैं ठीक, अइना तज़हबीना अंती, تذهبين أنت to the restaurant. إلى المطعم. How many meals do you eat in the day? आप कितने खाने, अच्छा इसको अरबी में करना है, कम वाजिबात फिल योमी, कम वजबतन कम तकुलीना वाजिबात في اليوم كم وجبة تأكلين في اليوم؟ I 3 meals breakfast lunch and dinner. آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. This is too much. I eat one. This is هذا هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة I eat one meal. أنا أكل وجبة واحدة. This is too little. هذا قليل جدا. Do you eat for lunch? ماذا تأكلين في الغداء سر؟ يس ماذا تأكلين في الغداء؟ I eat the rice and the bread and what do you آكل الرز الكتا والخبز. ماذا تأكلين أنت؟ أنا أكل اسكو أبني ترجمة كنا मैं पढ़ू इसको? أنا آكل السمك انا اكل السمكي و سمك سمكي والسلطة والفاكهة. What is your weight? ما وزنك؟ مئة 60 كيلا ستون كيلا. وما وزنك ما وزنك؟ مئة كيلين. You are too. أنت سمين جدا. أنت سمينة جدا أنت سمينة جدا. جدة أو جدة؟ جدة. جدا إنجي سكيني وأنت نحيف جدا.
نحيفة جدا. نحيفة جدا. كسي كا كوي سوال؟ रेडी का क्या मतलब होता है? का आपका का मतलब होता है आपका। सर सर ये इसम जमीर है, इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला का की यस सर का और अंत एक साथ क्यों आता है? सनवात काता और अस अंतर तब एक साथ आते थे जब हमने ताकीद करनी हो। सनवात क्या स्पेलिंग है? सी नून वाव अलिफ का अलिफ ते हमसा خمسة مش खा خمسة मीम सुबह मॉर्निंग गुड कौन सा ऑप्शन इधर मॉर्निंग सुबह आवाज कुछ नहीं है शायद है? हैप्पी मसला शायद सबाह मॉर्निंग हैप्पी साई गुड अलखैर سعيد هابي جنة وعد أهل سكند وعد سكند قال قال كذب نار علم فاست كذب غلط ثيرد ثيرد علم उसने कहा علم علم قال علم فورث وان آمن آتى جعل كثر آتا جعل 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 سيكست كثر والا لكن دين يوم فاست يوم كان أراد أراد عمل سكن سكن أراد أراد اتبع 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 شفت شفت यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ से करेंगे। मासूम सर स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे? स्टूडेंट्स क्यों कम हो गए? दिल बढ़िया होगा इसलिए। ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जजाकल्लाह सर वही आकौन।